شيخ حسن، بعض الأصوات هذه الأيام منتقدة لما يجول في بعض القنوات، أنا شخصياً لا أتابعها ولا أعرفها، منذ زمن بعيد قاطعتها، أن هناك بعض يعني الأفلام أو مسلسلات أو للسخرية من المعلم، للضحك من المعلم، من للضرب في قيمة المعلم. ما لهذا الوضع المسألة التي يريدون من خلال هذه الأفلام أو المسلسلات أو هذه السكيتشات أو ما يسمونهم الفكاهة أو غير ذلك، إيصالها للناس وللمستمع، للشعب المغربي وللمستمع؟ ما هو الهدف يعني في ضرب قيمة المعلم، مربي الأجيال، الأمل، البوصلة، النموذج، المثال والقدوة؟ لماذا كل هذا التحقير المتعمد في نظركم؟ وكما ذكرت لكم أن الحرب هنا والحرب في غزة واحدة، والمحارب واحد، فهو الذي يعني هو الذي يرسم المخطط من وراء الستار. العدو يحتاج إلى شعوب ذليلة، مهينة، حقيرة، غير قابلة للكفاح ولا قابلة لمساندة المكافحين، قابلة لكل ما يفعل فيها وراضية بذلك، وإن أبت فهي تأبى فقط بين نفسها، لا يمكنها أن تقاوم. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بإزالة كل عوامل المقاومة في هذه الشعوب. ولذلك لاحظوا أن المناهج الدراسية يضرب فيها الدين ويضرب فيها التاريخ حتى يصبح الإنسان بغير تاريخ، ولذلك مناهج التاريخ أصبحت يعني ممسوخة. أنا عندما أطالع مناهج التاريخ التي يدرسها أبنائي أجدها ممسوخة، ليس حتى وهي مختصرة جدا ليس فيها معان، لا يمكنك أن تستخرج منها معان تجعل التلميذ يعتز بتاريخه، إنما هي مواد هكذا يابسة جافة لكي تكتبها في الامتحان وتنتهي فقط وتنساها، وكذلك مواد التربية الإسلامية وما إلى ذلك. فإذا إضافة إلى هذا هناك إسقاط الرموز، فكما ظهر فينا من يسقط الرموز الكبرى، فكما وجدنا من يطعن في صحيح البخاري، ووجدنا من يطعن في الإمام أئمة الإسلام، ووجدنا من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ووجدنا من يطعن في كل ما نقتدي به بمن نقتدي بهم، ثم الطعن في العلماء حتى أصبح العلماء هزؤا، وهذا منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا كان طعن واستهزاء بالعلماء وجعلهم هكذا حتى أصبحت كلمة فقيه يستعر الناس منها، إذا قلت أجي الفقيه وسير الفقيه أصبحت كلمة يستعر منها الناس، وأصبح لباس الفقيه لباسا يعني الناس تستنكف أن تلبسه، وأصبح منصب الفقيه هكذا منصبا يعني لا يتشرف الإنسان به ولا يذهب إليه إلا من فشل في جميع الدراسات فيدخل للدراسة الإسلامية، لأنه ربما يمكنه أن ينال منصبا من خلال التربية الإسلامية أو الدراسات الإسلامية. وهكذا بعد أن كان الناس يفتخرون أن في أسرتهم عالما وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وما إلى ذلك، أصبح الناس يستعرون من هذا الأمر. لماذا؟ للهجمة الشرسة على العلماء. وانتقل الأمر للأساتذة، لأن الأساتذة هم رب الأجيال. وبعد أن كان شوقي يقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وجدنا معلمين يعني ليسوا في المستوى، ووجدنا التلاميذ يستخفون بالمعلمين، فلا المعلم أصبح يستحق الاحترام ولا التلاميذ يحترمونه، وهكذا سقطت قيمة المعلم الذي هو مربي الأجيال. الأمم المحترمة تقدس العالم وتقدس الأستاذ وتقدس المدرس، وقد رأينا شعوبا كالشعب الياباني وغيره من الشعوب التي نجحت في التقدم والحضارة تقدس المعلم. وكذلك في دول أخرى نرى كيف أن المعلم يحترم احتراما كبيرا، وفي وقت من الأوقات كان المعلم تقبل يده، الآن وصلنا إلى المعلمين الذين يستهان بهم ويضربون ويضربون في الشوارع، وإذا خرجوا يطالبون بفتات من حقوقهم، يأتي إنسان راسب في الثانوية العامة أو غيرها ويضربه على قفاه وبين غير أي احترام ولا تقدير، والله مهازل تلو المهازل، هذه مهازل. وهكذا
هذه الأمم، هذا هو موانا سقوط الأمم، بهذا تسقط الأمم، بهذا تصبح الأمم في 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 الحضيض. نسأل الله العافية والسلام. الأمة لا ترتفع بأن تغير لباسها وطريقة كلامها وتتكلم بالفرنسية والإنجليزية، إنما الأمم تتقدم بأخلاقها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، والأمم تتقدم باحترامها لرموزها، لعلمائها، لمثقفيها، لمعلميها، للسائر ما هو كيانها، للغتها، لهويتها. أما ما نراه الآن فهو دمار شامل، قنابل موقوتة تدمر كل المستقبل الذي يمكننا أن نفتخر به في أمتنا وفي بلداننا. نسأل الله العافية والسلام.